النهاردة هنشرح يعني ايه بريكر فيلير. دلوقتي نتخيل بكل بساطة معانا باور سيستم صغيرة جدا كده خالص، نعتبر ان دي سب ستيشن ودي سب ستيشن كمان ودي سب ستيشن. هنعتقد ان حصل مثلا فولت على لاين ما بين 2 سب ستيشن، في دي 3 و4 و5 و6 و2 و1، حصل فولت. دلوقتي لما حصل فولت انا لازم افصل السيركت بريكر 3 و4. نعتقد ان حصل مشكلة وبريكر 3 دي ما قدرتش تفصل الفولت، فدلوقتي بقى في مشكلة، لازم افصل التغذية بتاعة الفولت دي، لازم افصلها. فهعمل ايه؟ هفصل 2 و5، او ممكن افصل 6 و1. الطريقة دي ممكن اعملها بكذا طريقة. ممكن الاول اعملها بالباك اب بروتكشن، او اللي هي الريموت باك اب بروتكشن. بعمل ايه؟ بعمل سيتنجز للريلي بطريقة تانية، ان هي تعمل للبروتكشن البعيد تخليه يفصل. طيب الكلام ده كويس جدا، بس في المحطات الكبيرة جدا ما ينفعش اعتمد على الريموت باك اب، لان الريموت باك اب تقريبا بياخد حوالي ثانية او اكتر في الفصل. فدي بتعمل لي انا، دي نفسها تعمل لي انا مشكلة ان انا اقعد ثانية على ما افصل عشان بريكر عشان بريكر فيلير. فهي دي بداية يعني ايه بريكر فيلير. انا دلوقتي عايز اتصرف، لو انا عارف ان انا البريكر معايا فيلير، اتصرف اخلي 2 و5 او 1 و6 يفصلوا بالتبعية لو انا حصل بريكر فيلير. طيب دلوقتي انا عايز نفرق بس ما بين الريموت باك اب والبريكر فيلير. البريكر فيلير بيشتغل يعني immediately وقتي، يعني انا بعمل انيشيشن للبريكر فيلير، وانا بعمل انيشيشن للبريكر فيلير مع شرط التريب. لو البريكر ما قدرش يفصل، انا بفصل الاجزاء البعيده على حسب التبعيه. طيب ايه بقى الكويس في الريموت باك اب؟ الريموت باك اب ما بيعملش هاردوير زياده، وما بيزودش في الدي سي. يعني الدي سي بيبقى لو الدي سي وقع بتاع السب ستيشن دي ما بيعملش مشكلة وبيفصل عادي جدا، ما بي مش متعلق بال يعني الدي سي بتاع السب ستيشن ده مش متعلق بالدي سي بتاع السب ستيشن ده. فلو ده حصل فيلير في الدي سي، الريموت باك اب بيشتغل. طيب تعالوا كده بكل بساطة نتكلم على حاجة بسيطة، نعرف بس ليه السيركت بريكر يعني بيفشل انه يعمل، او ليه بريكر فيلير، او ليه سميناها كده، او ليه بريكر فيلير اساسا. طيب نعتقد دي سيركت بريكر، وده الريلي اللي معانا، وده طبعا الفي تي، وده سي تي، دي الاشارات اللي بناخدها، ودي طبعا كوميونيكيشن شانل، وده الدي سي بتاع الكوميونيكيشن، وده الدي سي بتاع الريلي. طيب انا دلوقتي عندي مشكلة، مثلا حصل حاجة والريلي ده فشل. طب الريلي ده فشل ليه؟ فولت حصل فيه، او الفي تي، او الفي تي ذات نفسه السيجنال دي اتقطعت. لو السيجنال دي اتقطعت هيحصل فشل في الريلي، مش فالسيركت بريكر مش هيعرف ان في فولت، يبقى برضو السيركت بريكر فشل. طيب لو السي تي ده فشل، لو السي تي ده فشل برضه هيعمل فشل الريلي، هيخلي السيركت بريكر ما تشتغلش. طبعا لو الدي سي وقع هيخلي برضه السيركت بريكر ما تشتغلش. طيب دي مشاكل كلها متعلقة بالريلي. في مشاكل تانية؟ في مشاكل تانية. في مشاكل مثلا في السيركت بريكر ذات نفسها، فشل في الميكانيزم بتاع السيركت بريكر، ده يعمل بريكر فيلير. لو انت عندك الميكانيزم بتاع السيركت بريكر حصل فيها مشكلة معينة، ممكن ما يفصلش. طيب لو انت شغال بلايف تانك، واللايف تانك الاس اف 6 بتاعته حصل فيه مشكلة، بيعمل ليه؟ بيعمل بيخلي البريكر ما يفتحش. بنعمل الارم ونخلي البريكر ما يفتحش. طيب في تاني؟ في ممكن مثلا لو انت معاك التريب كويل، ممكن التريب كويل يحصل له شورت سيركت لاي مشكله ما، او اوبن سيركت، وده اللي بيقولنا بيحس بيه التريب سيركت سوبرفيجن، يحصل عليه اوبن سيركت. فالاوبن سيركت دي برضو تعتبر بتعمل للسيركت بريكر بريكر فيلير. اي حاجة من دول نقدر نعمل بلوك للسيركت بريكر ان هي مستحيل تفتح، لان لو فتح، لان طبعا الحالة دي عمرها ما هتفتح اساسا. وفي حالة الميكانيزم والاس اف 6 بنعمل لها بلوك وما تفتحش تماما، لان هي لو فتحت هتبقى خطر جدا وممكن تفرقع في المحطة كلها.
طيب دلوقتي هنتكلم، بس قبل ما نتكلم عن السكيمز والحاجات دي كلها، هنتكلم عن شوية كونفيجريشن. دي دبل باس سنجل بريكر، اللي هي زي عندنا في 66، في محطات 66، ودي مشهور، الكونفيجريشن مشهور جدا. لو حصل بريكر بريك، يعني لو حصل فولت مثلا على اللاين ده كده، حصل فيه فولت، انا لازم افصل كل ال... أنا لازم افصل كل الخط. ليه؟ لانه في وقت ال... في وقت ال... في وقت ال... يعني في وقت لو البريكر دي فشلت، لازم افصل كل ال... لازم اخلي البارة كلها، لازم اخلي بارة. لو حصل مثلا الفولت وانا شغال على باص واحد، كل السيركت بريكر لازم تطلع، لان غالبا كله هي كل الباور هيجي يغذي الفولت، ودي اكبر مشكلة عندنا. طب فلازم تبقى متخيل ان انت لو فصلت السيركت بريك، ان انت لو حصل بريكر فيلير، لازم تكون دقيق ان ده بريكر فيلير، لازم تتأكد ان ده بريكر فشل انه يشتغل. لو ان البريكر لو ما فشلش انه يشتغل وحصل مشكلة في التايم سيتنج بتاعت البريكر فيلير، ممكن تفصل محطة كاملة من غير سبب. طيب تعال نشوفها برضو في محطات تانية بنشوفها كتير. دي ده بريكر اند هاف، دي بنشوفها في محطات ال500 كتير جدا. دي لما بيحصل فولت على اللاين ده، المفروض البريكر ده لو فشل انه يفصل، بيفصل ده وبيفصل ده. فلو ده فصل بيطلع اللاين ده اوت، فاللاين ده لو طلع اوت دي بتبقى مشكلة. فدي يعني اهم حاجة التايمنج بتاع البريكر فيلير، اهم حاجة يكون تكون عارف التايم اللي هتشتغل عليه. طيب وده كونفيجريشن تاني، ده الدبل، والدبل ده برضو في محطات ال 500 كيلو فولت وال 220 برضو. ده برضو دبل باس سنجل بريكر، ده يمكن اسهل شوية. ده لو حصل هنا فولت لو حصل هنا فولت الحتة دي، بنفصل البريكر اللي على نفس البص وخلاص. طيب طب تعالى بقى نشوف كده سكيمة بسيطة، او مش سكيم، لوجيك تفكير البريكر فيل. اهم حاجة، اهم لوجيك فيه اللي هو البريكر فيل انيشيشن، وده بيجي من اي تريب من ال يعني اي تريب من المحطه، بعمل انيشيشن بيه للبريكر فيلير. ليه؟ عشان انا ما اعرفش امتى هيشتغل، فبعمل انيشيشن وباخد معاه في سكتي دي، بعمل له ديلي. طيب بيشتغل؟ لا ما بيشتغلش، لازم يبقى معاه نورمال كلوزد كونتاكت من F52A، اللي هي الفولت، ان هو معناها ان دي معناها ان السيركت بريكر ما فتحش والفولت موجود. لو السيركت بريكر ما فتحش والفولت موجود، دي بقى بنبدأ نعمل تريب لكل البريكر الادجيسنت، وهي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بنخلي بيها البارة او بنخلي بيها. طبعا دي ابسط حالات من التريب بتاعت السيركت بريكر، وفي فيديو تاني ان شاء الله للسيركت بريكر فيلير.